درت الصيانة السنوية، شوفوا ديال الضوء ديال 150 نيترو، تبع معايا الفيديو حتى الاخير باش نوريك كيفاش دير الصيانة غير بوحدك. غادي نوريك جميع المراحل من الالف حتى الياء. اول حاجة غادي تبدا بها غادي تقطع الضوء على الشوف، غادي تحل هذيك الغلاقة كيكون فيها الفيسات اللي كتكون مغطية البريدة، غادي تحل النحاس ولا الفيكسيبل ديال السخون هو الاول، ومن بعد غادي تجيب واحد التيو غادي تدخلو في البارد ديال الشوف. انا هنايا عندي الصباب خاسر او الجروب سيكوريتي خاسر وخرج الماء من البارد، بقيت كنتسنى حتى خوى بوحدو. هذا هو الصباب او الجروب سيكوريتي كل واحد وكيفاش كيسميه، هذا هو اللي خاسر وغادي نبدلو بهذا اللي جديد. ما عرفتش واش كان خسر يعني في الاستعمال ولا المعلم اللي كان دار الصيانه قبل مني لقى خاسر وخلاه. خاص يكون عندك سيرو ديال 13 باش تحل البولونات ديال البريده، كيكونوا تقريبا 5 او 6. دابا كنحل البريده وغادي نجبد باش نشوف شنو كاين. غادي ندير واحد المعاينه لانود فين وصلات وريزيستونس واش خدامه مزال ولا لا. الحمد لله هذا الكليان كيدير الصيانه كل عام، لقيت شوفوا قام مأثر بزاف. بغيت ندخل لكم التليفون لداخل ولكن كان باقي الماء سخون وفيه الضبابه ديال الماء سخون وخفت لا نخرج عليه. من بعد غادي نصور لكم كيفاش نقي من الداخل بسبب الصيانه السنويه. كتنقي الريزيستونس من الكالكير وكتحكها بالكاغيط او لا بالزيكس. هذا المعلم ديالي اخر ايام ولا يخدم معايا وجايني بصنداله. ديروا لي الخوت شي ضحكه شي جديده في الكومونتيرات. وهذه لا نود اللي غادي نركبوا ليه. كتحك الريزيستونس مزيان حتى كتولي جديده بحال هكا وتبان نحاس ناضي دوريجين باش تعطيك السخونيه مزيان وتسخن لك الشوفو دغيا، واخا يكون 100 ولا 150 نيترو الا بقى الكالكير فوق منها كيتعطل الشوفو باش يسخن. كان كيسخن مثلا في 45 دقيقه غادي يولي سخن في ساعه. كتركب لا نود المناسبه، الانود مانغنيزيوم ما عرفتش نتجها. المهم الفلتاج ديالها راه كيجي هو هذاك. الا ما كنتيش حريفي خاصك ضروري تتحل الشوفو ودي لانود الدروكري باش يعطيك وحده بحال هذيك اللي عندك في الشوفو. هاد البياسه لقيتها في البارد حيت الشوفو محطوط افقي ويقدر يركب حتى عمودي، ما عرفتش واش تموظفات من عند المعلم او من عند الشركه المصنعه. شوف الداخل ديال الشوفو نقيناه ولا كيبان نقي من الداخل، بقى واحد شويه الوسخ اللي ما قدرناش نوصلوا ليه بعد كثير من المحاولات. دابا انت اخويا شوفوا من بعد الصيانه اللي كتكون كل عام شوف كيفاش كيبقى نقي. في الاخير وفي المرحله الاخيره كترجع هذيك البريده ديالك بفيها ريزيستونس من بعد ما نقيتيها مزيان، وكترجع حتى لانود. اللي بغيت نقول لكم اخوتي هذه هي الطريقه الصحيحه باش دير الصيانه الشوفو ديالك، ومن بعد كترجع كل حاجه لبلاصتها كيف ما حيدتيها، ترجع البولونات، ترجع الترموستا، تعاود تطلق الضوء وان شاء الله راك درتي الصيانه. اللي بغيت نوصيكم ديروا الصيانه كل عام، راه غادي تحافظوا على الشوفو ديالكم وغادي تطولوا في العمر ديالو. ما غادي نقول لكم لا دير لا جيم لا كومونتير لا بارطاج، انت وجهك صافي. فيما نقول لكم ديروا جيم وبارطاج وكومونتير باش يطلع للناس هذا الفيديو باش يستافدوا اغلبيه الناس، حيت اللي ما درتيش هذا الشيء ما غاديش يستافدوا الناس. كان فيك الخير اخويا راه غادي دير هذا الشيء، خيركم للناس انفعكم، كان فيك المنفعه راه غادي دير هذا الشيء. تحياتي والسلام عليكم.